الحدث الملموس أن في غياب الثقافة لا يمكن أن نصنع شيء. وظلت السلفية على امتداد فترات انتدابية سابقة يعرفها العام والخاص تفتقد إلى اللمسة الثقافية من أجل إطلاق مشروع ثقافي تنموي للإنهاض بالمدينة. ولا أحد يشكك في القدرات الاقتصادية والترابية والمجالية والتناغم التنموية للمدينة باعتبارها محصلة داخل دائرة المدن المكونة للخريطة الوطنية. السفي بشكل آخر اليوم هي في حاجة إلى تضافر عدة جهود من أجل رسمها الخريطة الجديدة، من أجل إعطاء وإنشاء وانطلاق جديد للمدينة باعتبار هذه المدينة ليست كسائر المدن، ولكن مدينة بتقل آخر وبزخم تاريخي يعرفه المثقف والعامل والمناضل والمقاوم والمؤرخ وكل من تعاقب على هذه المدينة. فعلا قلت في البداية أن المناسبة الشخص مدينة أسفلان تستعد إلى إعداد ما يسمى ببرنامج عمل جماعي، وهذا البرنامج سوف لن يكون نسخة ورقية مكررة، أو اعتبارا أن أهمية التخطيط الترابي للمدينة لا يمكنه أن ينهض بذكر المنجزات الإدارية فقط، ولكن في غياب اللمسة الثقافية تظل المدينة فعلا تشكو من نقص كبير في تجسير عدة علائق مجتمعية من أجل صنع حدث تاريخي جديد بالنسبة لهذه المدينة. وفعلا افتقدنا على امتداد فترات سابقة اللمسة الثقافية في عدة مناسبات، وربما لا زال التاريخ الأسفي يذكر أن مرحلة الثمانينات كانت أحسن حقبة ثقافية في تاريخ المدينة من خلال الملتقيات الثقافية الخمس التي ظلت الورقة الوحيدة التي تشهد وتشفع للمدينة اهتمام المدبر العمومي السياسي أو الحزبي بالمجال الثقافي. وكانت جامعة محمد الخامس حاضرة بين ظهرانينا من خلال خمسة نسخ للفريدة واليتيمة في تاريخ المدينة. إذن كلنا نتذكر العمل اللي قامت به مؤسسة جامعة محمد الخامس بالتعاون مع المجلس البلدي السابق مع عدة فعاليات ثقافية في إنجاح خمس نسخ ثقافية كانت رائدة وجد مهمة. على مستوى التحقيق والتنقيب والتحقيق، مدينة أسفي تفتقد إلى مؤسسة علمية للتحقيق التراثي والتحقيق العلمي والتاريخي. كذلك تحتاج إلى عدة مراصد ثقافية من أجل إشعاع والنهوض. تفتقد إلى تجميع نخب حقيقية لمعالجة مختلف القضايا التي تؤرق تاريخ المدينة. لعل الحاضر بتساؤلاته المتعددة يطرح اليوم عدة إشكالات من أجل النهوض. الجماعة على إعداد النسخة الثانية من برنامج عمل الجماعة، وكاين أفكار جد مهمة جدا انطلاقا من اللقاء الأول التشاور الأول اللي عقدته المدينة. فعلا تم وضع لبنة من أجل إنجاح خمس منتديات أساسية للنهوض، وهذه ربما تجربة أولية. اليوم المجلس مدعو إلى تعميق العمل والرؤية لتفعيل هذه المنتديات، كاين المنتدى الثقافي، كاين المنتدى التراث المادي، المنتدى الاجتماعي الاقتصادي التنموي، المنتدى الرقمي، وهي منتديات تكون منتديات رائدة ونتمنى مشاركة الجميع. ولهذا الجماعة الترابية لها رهان إشراك الجميع في إعداد واحد ورقة للمستقبل، خارطة الطريق من أجل النهوض بالثقافة وبالتراث المادي وبأسوار المدينة وتاريخها. كذلك الاهتمام بالإشعاع العلمي والتحقيق التاريخي، كذلك إشراك الجامعة في بناء زشر جديد من أجل التفاعل الجامعة بالنسبة للعمل الترابي على مستوى التسويق ما منخرطش بالشكل الكافي وبشكل ملائم. ربما كاينه عدة أعذار لعل
الواقع الحالي لا يساعد على إنجاح مجموعة من الأوراق، ولكن لابد من الإيمان المطلق بأن الجامعة هي قادرة التنمية. إشراك الجامعة في العمل التنموي هو سر النجاح لمجموعة من المدن، كذلك المعول على المجتمع المدني، المجتمع المدني الراقي، المجتمع المدني المحترف وليس الهاوي، المجتمع المدني الذي يحمل رؤية حقيقية من أجل مساعدة الفاعل الترابي والفاعل العمومي على النهوض وتطوير هذه المدينة. كذلك المدينة لابد لها من إشراك أبنائها عبر العالم، أبناء أسفي في المهجر، المثقفون، المغتربون، السياسيون، المقصيون، المهمشون. إذن فهو نداء جديد من أجل معالجة ثقافية جديدة ومن أجل بناء مستقبل. وشكرا لكم. باش نشوفكم جديد ديال اسفي الان، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.